أنا بالنظرية أنه هناك تراجع بالتأكيد، ولكن أنا أتوقع أن صناع القرار يعني والحكومة الصينية سوف يتأكدوا وتميك شور أنه حيكون هناك سوفت لاندنج بالنسبة للاقتصاد في الصين، لن يدعوه يعني يكون هناك تباطؤ مفاجئ. لا ننسى هناك عليهم الحفاظ على الديموغرافي في الصين، يعني لن تستحمل الصين عن مثلا يكون هناك ملايين من العاطلين عن العمل فجأة، والدولة الوحيدة التي في مقدورها بعد الولايات المتحدة أنا أتوقع أو أعتقد التي لديها الإمكانيات أن تميك شور أن هناك سوفت لاندنج هي الصين، يعني لديها من الإمكانيات المالية والمخزون الهائل من العملات الصعبة أن تستحمل هذا الشيء. طيب أنا في تقرير لباركليز كان لفت نظري فيما يخص موضوع الهارد لاندنج الذي اعتبره هذا البنك في تحليل له بأنه لا يمكن تلافيه لعدة أسباب. رح أعطيك الأسباب بشكل سريع. أولا تحرير الاقتصاد، نحن بنعرف أن الاقتصاد الصيني يقع تحت يعني قبضة محكمة للحكومة الصينية، وهنا نتحدث عن تحرير أسعار الفائدة، أسعار المصادر الأساسية، الإصلاح، الدعم اللي دائما ما تتلقاه الشركات المملوكة من الحكومة. نتحدث أيضا عن مشكلة السيولة التي ما تزال موجودة، وحتى الآن كان في نوع من أنه الحكومة كانت عاملة إجنور لها أنه المشكلة غير موجودة، وحتى كان أكثر من حديث أنه ما يحدث هو شيء طبيعي. أيضا لدينا موضوع تاني وهو أنه في احتمال أن يكون في capital outflows، خروج لرؤوس الأموال، وهذا سيضغط على تعاملات اليوان الصيني. اليوان الصيني الذي برأي الكثير من المحللين هو is overvalue، يعني إذا ما ترك له المجال ليعمل floating بشكل طبيعي سوف يتراجع بشكل كبير، وهذا سيؤثر على العقار. ما رأيك؟ يعني هذه possibility انه كل هذا يحدث، ولكن انا اتوقع انه يعني الحكومه الصينيه ليست يعني بمنأى، يعني ليس لديها كل هذه التطلعات بالنسبه للاقتصاد الصيني لياخذوا احتياطاتهم. انا ارجع واقول انه اذا كانت هناك دوله لديها من الامكانيات وال القدرة على أو الجرة على اتخاذ إجراءات للحد، وهذا ما رأيناه في 2008 و2009 هي الصين، يعني ولن تسمح أنا في رأيي الحكومة الصينية بأن يكون هناك هارد لاندنج ليضر خاصة في الديموغرافية هذا البلد المهول السكان. يعني علي، طبعا ما أشرنا إليه منذ البداية ربما النقاط التي أشرت إليها لبنى بالفعل هي التحديات الجسام التي تواجهها السلطات الصينية، وقد بدأت بالتعامل معها بدءا بتحرير الفائدة ورفع يدها عن الفائدة، فائدة القرض فيما بين البنوك، كذا سمعنا عنه يوم أمس. اليوم نسمع كذلك عن خطط جديدة الاستثمار في البنية التحتية، مش على البنية التحتية، مشاريع سكك الحديدية فائقة السرعة تحديدا، ربما هذا هو توجه الجديد لتفادي هذا التراجع القوي في الاقتصاد أو في نمو الاقتصاد الصيني، وبالتالي دفعه أو بعده من جديد. ولا تنسى مراد أنه يعني أي تحسن أو أي استمرارية في الاقتصاديات الكبرى الأخرى في دعم اقتصادها، هذا حيعود أيضا إيجابا على الاقتصاد الصيني، وأهمها الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة استمرت في النمو، هذا أنا توقع. كيف أنت متأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في حالة أو في طريق مستدام من النمو؟ يعني لا شيء مستدام إلا الله يعني، ولكن أتوقع يعني خلال هذا العام من التأكيد أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة حيكون أكثر يعني أحسن بكثير من الاقتصاد في بريطانيا وفي أوروبا. هلا يمكن إذا ما قررنا الأرقام الأمريكية أفضل، ولكن مع ذلك نحن في عنا mixed messages، يعني دائما عنا أرقام مختلفة أو متباينة ربما من الاقتصاد الأمريكي، ألا توافق؟ بالتأكيد، ولكن كما ذكرت سابقا من المؤكد أنه الاقتصاد في الولايات المتحدة الآن أحسن من كان عليه من العام الماضي، وهذه وتيرة جيدة للسنة الثانية على التوالي أو الثالثة على التوالي. فمن المتوقع إذا هذا الشيء سوف يستمر، والكثير يتوقعون أن هذا الشيء سوف يستمر، وسياسة الفيدرالي يعني وحتى تصريحات برنانكي الأخيرة ربما أكدت هذا الشيء، أنه إحنا موجودين لدعم تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة. طيب كارني، ما الذي سيفعله في بريطانيا بعد أن تولى زمام أمور المركزي في البنك المركزي في بريطانيا؟ والله الإشارات حاليا يعني، وذلك رأينا يعني أحد أسباب الارتفاعات على ارتفاع الاسترليني على الدولار، إنه يعني لن تكون هناك QE قريبا، أو يعني ربما وضع حد لل 375 مليار استرليني. يمكن خايف ممكن السيناريو ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم يعني عدم قدرة ربما إنه يطلعوا من ما قاموا بشراءه حتى الآن.
يعني هذا احد الاسباب. فربما يعني يكون هناك التركيز الان على السياسه النقديه برفع الفائده في قبل نهايه هذا العام او مع بدايه العام المقبل.